مين بشكر الأب بطرس المياه؟ لأنه أخيرا افتكرني أنا من رواد المهرجان لعشرين سنة. هو مرة ياخد باله مني ومرة ما ياخدش باله. وبعدين يبدو إن حد قال له يا أخي إيه مكسوف بقى؟ ما خلاص العمر بيجري يعني. قال آه جميل مكسوف. أنا افتكر جميل مرسي، وكانت ترشيح السنة دي من اللجنة واشكرهم. حاجة المهمة اللي عايز أقولها بالنسبة للمهرجان الكاثوليكي إنه أثبت أن الكنيسة مش بعيدة عن المجتمع، لا، الجامعة ده كله مصر، واللي بيعمله المهرجان إنه مغروس في قلب مصر. ولما اختار المهرجان الكاثوليكي للسينما، السينما والمسرح والتلفزيون بيقدموا كل مشاكل الناس، معنى كده ان الكنيسه مربوطه بالناس، مرتبطه بالشعب المصري ومشاكله وقضاياه وافراحه واحزانه، مش بعيده عن ان الكنيسه بس تخصص للدين ونصلي الصبح ونقفل البيبان ونروح. لا، ببان الكنيسة مفتوحة لجميع الشعب المصري بطوائفه. ربنا يديمه ونوصل يا رب للألف، مهرجان الألف. شكرا. شكرا. جائزة التميز الإعلامي. جائزة التميز الإعلامي الإعلامي القدير عمرو الليسي، إعلامي شخصي مصري، حصل على بكالوريوس المعهد العالي للسينما بتقدير جيد جدا، كما حصل على ماجستير في علوم الإعلام من جامعة آدم سميث بالولايات المتحدة الأمريكية، ثم نال درجة الدكتوراه في فلسفة النقد الفني بتقدير امتياز مع مركزة الشرف من أكاديمية الفنون، المعهد العالي للنقد الفني قسم النقد السينمائي والتلفزيوني. وحصل على دكتوراه فخريه من الكليه الامريكيه للتنميه البشريه، وهو رئيس مجلس اداره ورئيس تحرير جريده الخميس الاسبوعيه. شغل العديد من المناصب على المستوى الاكاديمي، منها استاذ بالمعهد العالي للنقد الفني، استاذ بالمعهد العالي للسينما، استاذ بالاكاديميه الدوليه لعلوم الاعلام، مدرس بكليه الاعلام جامعه القاهره. اما على المستوى المهني فشغل العديد من المناصب، منها مدير عام قناه ام بي سي بلندن، رئيس قطاع الإنتاج البرامجي بمدينة الإنتاج الإعلامي،